أهلا وسهلا، مساء وصباحا، ظهرا وعصرا، فجرا وعشاء. حلوة دي. ايه بقى هنكمل؟ احنا كنا وقفنا على سنة 1999، بس دي ايه هنركنها كده. سنة الحزن العظيمة، سنة الفقد العظيمة، سنة الوجع اللي ملوش علاج. بس قبل ما نوصل للسنة دي بقى، تعالوا نرجع تاني الموضوع اللي هو بقى ايه. خلصنا كلية الاداب وكان عندنا مشكلة لطيفة قوي، ان احنا خلصنا كلية الاداب ونجحنا في الليسانس، لكن كان في 500 واحد من الدفعة، اللي مثلا حوالي 700 معهم انجليزي سنة تانية. ايوة انجليزي سنة تانية، دي واقعة شهيرة في كلية الاداب، بس الحمد لله عدى الزمن ونسيوها. انه في مشكلة في النتيجة، الجماعة دول لو سقطوا تاني في الملحق النتيجة هتطلع مهزلة، هنعيد السنة كلها على انجليزي سنة تانية، ومش انجليزي رابعة، لا انجليزي تانية، لان تالتة ورابعة ما فيهاش انجليزي، فعشان كده ما عندناش انجليزي تالتة ولا رابعة. فعملوا لنا امتحان في الملحق، وعشان يحلوا المشكلة فراحوا جايبين الامتحان عبارة عن الآتي على ما أذكر، يعني قطعة كومبرينشن عن ديميس روسس بس كده. فكتبوا لك ديميس روسس مولود في اسكندرية، وبعدين سافر لإيطاليا، وبعدين غنى مش عارف فين، وعمل إيه وبتاع إيه. نقطة الامتحان، أين ولد ديميس روسس؟ أين ذهب ديميس روسس؟ حاجات كده يعني، ولا تنفع في أولى ابتدائي. لكن ايه مين ديميس روسس ده؟ مين احنا؟ مش مفيش حاجه خالص. لكن ربنا سهل، وكان في توفيق من عند ربنا، ويعني حصلت مساعده كبيره ونجحنا كلنا في الليسانس، وخدنا الليسانس. ورحت بقى قابلت الاستاذ لويس جريس، انا خدت الليسانس، قال طب يلا تعالى اشتغل بقى. دخلت روزا يوسف، المؤسسه العريقه العظيمه ديت، وانا اعرف الاسماء يعني، لان احنا عندنا بيجي لنا كل اسبوع، امي بتجيب كل اسبوع روزا يوسف وصباح الخير. احنا بنشتري في الجرايد الاهرام، يعني امي بتجيب الاهرام، الاهرام بيجي كل يوم من تحت عاب الباب. ولما رحنا بيت المنيره اللي هو فيه بلكونه حلوه، كان بيحدفوا لنا في البلكونه الراجل بالعجل، فده اساسي، مفيش، مش بنجيب بقى كل الجرايد، هي الاهرام بس. فانا عارف كتاب الاهرام، بنقرا الاهرام. ولذلك كان نفسي جدا ان امي تشوفني وانا بتصل وبروح ازور الاستاذ هيكل. كان نفسي جدا، ما لحقتش الحكايه ديت يعني، كان نفسي جدا تشوف الاستاذ هيكل بيقول لي يا محمود تعالى اشرب معاه قهوه وبتاع، لانه كان يوم الجمعه دوت بنقعد نقرا كلنا، مش في جماعه يعني، بس بنتبادل الجرنان عشان نقرا الاستاذ هيكل. فلكن كل ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. طيب، فكان بتيجي روزا يوسف وصباح الخير، والكتاب الذهبي لما يطلع بيجي لنا نقراها ساعات، وانا ما نقراهوش ساعات، بس انا كنت ببص عليهم يعني، فاعرف مين كنت اللي بيكتبوا في صباح الخير يعني، اعرف الاسطوره مفيد فوزي ده حاجه بيطلع في التلفزيون كمان، واسمع الرمسيس ومصطفى محمود وروف توفيق بيكتب في السينما، وابصار طويله كان اسمه بالنسبه لنا غريب، ومنير عامر، اسماء بعرفها. فبدأت أخش المجلة، أنا ما أعرفش ما يعني، كان وضع مخيف بصراحة، لأن داخل على ناس مشاهير كلهم جدا، وكتاب أصحاب مزاج، وبيجوا الساعة 12 معظمهم، الساعة 1، وبعدين أشوفهم بيهزروا مع بعض، أتمنى أروح فين. كانوا بيتمرنوا، وكان التمرين في فترة من الفترات تحت إيد الأستاذ منير عامر، وكان راجل لطيف جدا الله يرحمه. أنا فاكر أول مرة في أول تمرين، أول حاجة طلبها مني قال لي تعرف كلية شرطة؟ قلت له آه. قال لي فيه بيعملوا مزاد عن الكلاب. قلت له تمام. قال لي تروح تغطي المزاد الكلاب ده. فقلت له طب خاطر. وكان معانا زملاء قدام موضوعات كده كلها غريبة. الحقيقة أنا مش فاكر كتبت الموضوع لا، بس رحت كلية شرطة وحضرت المزاد بتاع الشرطة وبتاع الكلية.
لكن مش فاكر كتابته ولا. هل مثلا الاستاذ منير ساب التدريب بعد شويه مسكوا حد تاني؟ كانوا بيعملوا كده يعني، يمسك ده يمشي ده يمشي وده يروح وده يروح، ويقسمونا فرق. طيب لما اروح اقعد فين؟ مجالي صباح الخير في الدور السابع، كانت معرفش اظن لسه موجوده زي ما هي، بس كانوا عاملوا مبنى جديد وبتاع في الدور السابع. الدور السابع ده فيه اوضه طويله كده فيها ارشيف المؤسسه كلها، يعني ارشيف مؤسسه روز اليوسف موجود في الدور السابع اللي هو فيه مجله صباح الخير. ده بقى الحظ لما يواتي يخلي الاعمى ساعاتي مظبوط. الارشيف ده مين رئيسه الارشيف؟ الحاجه وداد الوطار صاحبه امي الروح بالروح، وتعرفني كويس من وانا قد كده. الحاجه وداد دي على طول عندنا، انا بقول لها بلا وداد، ما بقولهاش الحاجه وداد، الحاجه وداد دي قولها في روز اليوسف، انما انا بقول لها بلا وداد، وابنها اسامه صاحبنا. فانا بقى اخش، ما فيش حد بيقول لي حاجه، تعالى اتفضل، ما فيش حد هيقول لك حاجه خالص، ما فيش حد قال لي اي حاجه. فاروح داخل على مين؟ على الحاجه وداد، تقول لي تعالى يا لولو، تعالى محمود اقعد وبتاع مش عارف ايه، جيب لي قهوه وجيب لي فطار، ومعاها سلوى السيد بتصاحبنا عليها بعد كده موظفه معاها. شكل كان في حد تاني، انا فاكر بس الحاجه وداد وسلوى، مش فاكر كان في مين تاني. مين بقى بيقعد عند الحاجه وداد الوطار؟ شوف الحظ بقول لك، بستتين كانوا يمكن لسه ما اتجوزوش، كانوا لا كانوا ما اتجوزوش، الاستاذه نايت شفعي والاستاذه ألفت جعفر، دول صحاب الحاجه وداد كده بتلقائي، وسلوى صحابها كده، ما مش امهم ولا حاجه. مين بقى نايت شفعي؟ دي بنت مرسي شفعي اللي هو هيجي بعد شويه مش دلوقتي، هيبقى رئيس مجلس اداره المؤسسه. فانا بخش عند الحاجه وداد، فتصاحبنا انا بقى ونهاد وألفت، والاثنين صحفيات ممتازات، بس كانوا بيقعدوا هنا برضو. ايه هم جايين لسه، كانوا تعينوا طبعا، بس ايه صباح الخير مجله مرعبه، كل اللي قاعدين فيها فطاحل، وبعدين عارفين بعض وعايشين مع بعض، وبعدين بيعملوا مع بعض حاجه، هو مجتمع خاص جدا. اولا دمهم خفيف جدا، طول ما قاعدين يهزروا، وممكن الهزار يقلب خناق وخلافات وحاجات زي كده في الاراء والبتاع، مفيش مانع، لكن العلاقه فيها ود كبير قوي، وفيها محبه كبيره قوي، قاعدين ياكلوا مع بعض ويضحكوا مع بعض ويكتبوا، ده بيكتب وده مش عارف ايه، وده شاعر كبير، وده يعني. فكانت هلمه كبيره، ازاي الواحد يقدر يكون موجود وسط دول؟ كانت حاجه في منتهى الصعوبه، وانا كنت شايف انه ده امر غالبا مش هيحصل، انا ماليش مكان في وسط، يعني ازاي؟ لان انا شايف قدامي لويس جريس، شايف رؤوف توفيق، مفيد فوزي، شايف زينب صادق، شايف صبري موسى، شايف علاء الديب، شايف عارفهم، بس ما يعني ما يعرفونيش خلاص. لكن مشينا على كده. وبعدين علاقتي بقى بناهد الشافعي ألفت جعفر حسنت الوضع شويه، بقى في اتنين صحفيات في المجله بقعد معاهم يعني. وبعدين بدات اعمل موضوعات في التمرين، ونكتب الموضوعات ونديها للسكرتيريه التحرير، مفيش حاجه بتنزل، مفيش حاجه بتنزل، مفيش حاجه بتنزل كتير، يمكن مثلا يمكن قرب 7-8 اشهر. لدرجة ان عملت مرة موضوع مشترك، بعد كده جه مرسي الشافعي وقعد شوية بتاع حاجة زي كده، الحكاية دي قعدت حوالي 2 سنين وشوية. بعد كده جه مرسي الشافعي بقى رئيس مجلس الإدارة، أو يمكن كان من الأول هو رئيس مجلس الإدارة. أظن هو كان هو رئيس مجلس الإدارة. بعد كده جه الأستاذ عبد العزيز خميس. فبدأت أعمل حوار موضوعات أنا وناهد وألفت مشتركة، كان زمان يعملوا كده وما زال يعني كذا صحفي يعملوا موضوع، ما مش تحقيق واحد. ومن ضمنها تحقيق عملناه في دمنهور، وقابلنا أبويا وكان ليهم رأي في أبويا جميل جدا، وكانوا مستغربين إن أنا ليه رأي مش كويس يعني. ناهد وألفت رحنا دمنهور عملنا شغل، ومن ضمنه أبويا استضافنا عنده في دمنهور، بيتنا ليلة في البيت عنده في العزبة، العزبة. وقالوا لي ده ابوك راجل لطيف قوي، انت على فكره مفتري قوي، بداوا يشكوا في شخصيتي. ابوك ده راجل لطيف جدا، لانه قام طبخ لنا واهتم بيهم، وشاف الاوضه اللي هم هيناموا فيها، ووقف لهم خدمات يعني ناس بيشتغلوا على ايديهم ويساعدوهم وبتاع حاجه،
وطبخوا بنفسه برامات كده وتقدم لهم الاكل، احتفل بيهم احتفال جامد جدا. وهو كان يطبخ حلو، كان يحب يطبخ احيانا يعني، فاحتفل بيهم جدا. لكن بقى عمل مشكله مع ألفت جعفر، اداها شقه والشقه ما خدتهاش، وحصلت قصه طويله عريضه هتيجي سيرتها في الاحداث برضه. ف راحوا مره مات بقى مرسي الشافعي فجاه كده، فراحوا ناشرين الموضوع اللي انا عامله انا ونادي الشافعي باسم نادي الشافعي بس، مش له اسمي. فقالت لي انا هخش اشوف، بس خلاص يعني حبوا يعني ينشروا الموضوع، وكان في تجاهل تام الحقيقه. ما اعرفش ايه سببه، هل النظام كده، هل الوضع كده، هل بدات انا يعني ايه افقد الامل شويه، لانه بشتغل بروح بنزل، وفصلت البدلتين اياهم ورميته، وبنزل واروح وعربيه ورايح لفندي رايح جاي، ولا في ابيض ولا اسود. طب مش مشكله، طب بتشتغل، طب فين الكتابه دي يا عم الحاج، بتكتب فين؟ مفيش. لكن بدات ايه اخش الطرقه، فلاقي استاذ من الاساتذه، اقول له صباح الخير يا فندم. يقول لي صباح الخير، ازيك يا محمود. بداوا يتعودوا على شكلي، لانه ايه بيشوفوني رايح جاي، وساعات يخشوا عند الحاجة وداد يطلبوا مثلا ارشيف مثلا اي حد من الفنانين او من الكتاب او السياسيين او حاجه، فيقول لها حاجة ازيك، بداوا يعرفوا في وشي. ثم في احد الايام انا جاي في اجتماع تحرير في اوضه الاستاذ لويس اللي هو رئيس التحرير في الفتره دي، لانه كان فتره ثانيه برضو كان عضو منتدى، عضو منتدى يعني المدير العام بتاع المؤسسه كلها. فجيت اخش الاوضه مليانه بكربسه، كان في حوالي 40 واحد بيتمرن، فقلت اروح اجيب كرسي من اي اوضه. كانت بقى الاجتماع بيتعمل في يوم الاجازه اللي هو يوم الاثنين، مجله بتتقفل يوم الاحد، يوم الاثنين ما بيبقاش في حد فيعملوا الاجتماع. فرحت اوضه السكرتاريه اجيب كرسي، اوضه بعيده شويه يعني 10 متر ولا حاجه. جبت الكرسي وخرجت ما لقيتش حد في الاوضه. في ايه؟ قال لي الله ده لسه هنا، ده الاستاذ لويس. قلت له في ايه؟ قال لي ما احنا ماشيين بنتمرن خلاص، مش عايزين ده تمرين ولا بتاع، مش انت خلاص خليك انت. والله ده اللي حصل يعني، ده انا شايفها يعني، مش بس فضل معايا كمان الاستاذ محمود عبد الوهاب، وهو صحفي جميل الله يرحمه، وكتيب كان يقلقني، بيكتب حلو جدا، كان ليه اسلوب جميل. فضلنا احنا الاثنين بس بنعمل ايه مش عارفين. فضلت انا واقرا هنعيط في المجله، نروح نقعد بعد الظهر يعني، نروح بعد الظهر ما بقاش في حد قوي، ما غالبا ما بقاش في حد خالص، فنروح نقعد كده ونطلب قهوه ونعمل نفسنا صحفيين يعني، ونقعد نكتب وبتاع المكاتب وحاجات زي كده. الى حين في صباح يوم جمعه انا نازل انا وامي، راحه هي باب اللوق تجيب الخضار والمش عارف تجيب حمام تجيب حاجه زي كده، فسمعت في الراديو ان ايه وفاه الفنان الشعبي مش عارف ايه محمد عبد المطلب. انا كنت حكيت لكم الحكايه دي قبل كده فاحكيها باختصار يعني. فقلت لها انا عايز اروح اعمل الموضوع، قالت لي طب اوكي طيب. سبتها في بابلو ورجعت لرزا يوسف، طلعت رزا يوسف بيجي كل يوم، هو بيجي كل يوم يقعد من الصبح لغايه بالليل لغايه الساعه 5 6 7 وهي متقفل المجال لغايه الساعه 10 11. دخلت عليه قال لي اهل، قلت له في كذا عبد المطلب ده فين؟ قال لي تعرف سامي. قلت له نزلت عملت الموضوع اللي انا حكيت لكم عنه قبل كده، مش هحكي تاني بقى. وعملنا الموضوع مع عبد المطلب، وكانت البدايه الحقيقيه لشغلي، لانه اول مره الاستاذ لويس يحط قدامه موضوع. فين الموضوع؟ انا سلمته يوم السبت بالليل طبقا لتعليماته، جيت يوم الاحد الصبح الاحد ده تقفيل المجله خلاص. فضلت مستنيه لما جه على الساعه 11 12 ودخلت له، قال لي مش الموضوع مش دماغ خالص. قلت له الموضوع جه لحضرتك؟ قال لي الموضوع ايه؟ قلت له عبد المطلب. قال لي انت كتبته عملته؟ قلت له اه انا مديه بقى من امبارح بالليل. فجابوا له الموضوع قعد اراء، فراح اسمه حلقتين وعمل حلقه يعني، اول حلقه نشرها موضوع اول يعني، اول ما تفتح المجله تلاقي الموضوع زي ما انا كاتبه بالظبط. مات سلطان الليالي وودع هواك ونساه ونساني عمري اللي فات ما هيرجع تاني. انا بدات الموضوع كده،
وبعدين بص لي قال لي ما انت بتعرف تكتب. ما فهمتش انا يعني ايه بتعرف تكتب دي، غير ان ليه معنى واحد، انه ما قراليش حاجه خالص قبل كده، يعني كل الموضوعات انا كتبتها هو ما بشفهاش. ويعني ثبت انه ده اللي حصل، انه ما شافش حاجه خالص قبل كده. وده اول مره بدات من هنا احضر اجتماعات التحرير، وبدات من هنا اشتغل في المجله، وانا عيني على مجلس الشعب، لكن ما عرفتش اروح مجلس الشعب، ما اعرفش ليه ما روحتش. لكن في صباح الخير بتبقى بتكتب في كل حاجه. يعني انا فاكر مثلا عملت مره تحقيق على الفلسطينيين لما كانوا في بيروت وطالعين من بيروت، كانت نادية لطفي راحت وعملت تحقيق عن الفلسطينيين مش عن نادية لطفي. يعني عملت تحقيق عن واحد راجل قتل مراته في اسكندرية وانتحر، قتل مراته وأولاده وانتحر. عملت تحقيق عن التين الشوكي مش عارف ايه، أنا وجمال بخيت الشاعر الكبير، وعملت حاجات منوعة كلها لغاية لما عملوا قسم فن. ففوجئت يوم وانا بسلم الموضوع، كنت بالصدفه بغطي نقابه الممثلين بينتخبوا بتاعه، كانت ست حيه هي النقيب اللي نجحت يعني. فانا كنت موجود طول اليوم في الانتخابات ومقدم موضوع، فالاستاذ يسال لا 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 انت تقدمه للاستاذ رؤوف توفيق. يا نهار اسود، رؤوف توفيق، رؤوف توفيق ده كانوا بيحكوا لي عنه حكايات. بقى انا بقى خلاص بقى بعد ما نشرنا عبد المطلب، وبعد ما يعني لقوا بقى كده مفروض واسمي اتكتب بشكل كويس جدا وبتاع، بدات بقى اعرف الناس. يعني بدات اتصاحب على ده واتصاحب على ده، وبداوا بقى ايه، وبدات انشر بقى موضوعات على طول على طول. وفي الفتره دي سموني حنوتي صباح الخير، عشان انا بعمل اي حد يموت انزل جري اروح اعمل موضوع ما حدش عمله، خلاص لازم ينزل وينزل كويس قوي مفروض. والحمد لله ربنا رزقنا في السنه دي بأموات فنانين كتير، فاختاروني في الفن استاذ رؤوف توفيق. وكانت اجمل حاجه حصلت لي ان انا اتعرفت بهذا الكاتب الكبير عن قرب، وان انا اتعلمت منه بدون اي كلمه ما يقولها لي، وان انا متهيألي ان علاقتي بالاستاذ رؤوف توفيق الله يرحمه غيرت مجرى حياتي كلها، وعلمتني حاجات كتير جدا، زي ما اكون درست في كليه الاعلام واكتر، زي ما كنت اتعلمت انجليزي وفرنساوي والماني واكتر، لانه كان رجل هادئ جدا، دقيق جدا، وودود جدا، وصامت جدا. يعني قعدت اشتغل معاه 3 4 سنين، وكان تقريبا بعد سنه ولا سنتين مخليني انا بعمل معظم الحاجات يعني في القسم نفسه في الصفحات الفن. ولكن انا ما اعرفش انا ايه بالنسبه له خالص، يعني ما اعرفش هو معجب بيا ولا ما بياخد شغلي عشان ما فيش شغل تاني، يعني اي حاجه يعني ما اعرفش. لغايه ما مره كنا في مهرجان اسكندريه، ده بعد ما اشتغلت كتير، بقول لك رايح مهرجان اسكندريه معزوم في مهرجان اسكندريه عن بقى سنين، فقابلتني السيده منى ثابت ربنا يديها الصحه وطول العمر، وانا واقف عند الاسانسير، وهي مع رؤوف توفيق اللي هي طبعا زوجته السيده منى ثابت الكاتبه الكبيره منى ثابت مرات رؤوف توفيق، ومعاه بناته. وانا واقف على الاسانسير، ده جاي على الاسانسير، والاستاذ رؤوف واقف، والاستاذه منى ثابت واقفه، واولادهم واقفين. فمساء الخير استاذ رؤوف، قال لها محمود سعد. قالت لي انت محمود؟ ده رؤوف. قال لها منى. منى. قالت له ايه بتقول عنه كلام كويس طول الوقت؟ لا بس خلاص. من اللحظه دي بس الوحيده اللي عرفت فيها ان رؤوف توفيق شايف ان انا ممكن ابقى صحفي كويس، بس من دي بس، من الاول والاخر يعني. فكمان حاجه تانية، ان انا ربنا بقى كرمني بقى من سنه 83، انا اتعينت 81، من سنه 83 84 بقيت مدير مكتب جريده الوطن الكويتيه، بقيت بقى يعني بقيت شغلتي خلاص، وبقيت متمرس عليها، وبقيت الوضع يعني في 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 ايقاع سريع، يعني ايقاع سريع كويس. فلما بقيت مدير مكاتب ودخلي كويس والدنيا كويسه، في فتره مسكت مجال سيرتي سنه 90، وقعدت فيها 10 سنين، وانا استقلت في الاخر مدير مكتب. فكنت حاسس ان انا مش هقدر اوفق ما بين مدير مكتب سيرتي وما بين صباح الخير، فكنت اروح للاستاذ رؤوف اقول له انا عايز اخد اجازه بدون مرتب. كان لينا زمايل كتير، مثلا جمال عنايت وسام زوني كانت مديره مكتب سيرتي قبليه، كلهم واخدين اجازه بدون مرتب. فقال لي لا،
قلت له ليه الظروف؟ قال لا، لو انت خدت اجازه من المرتب مش هتكتب، ولو ما كتبتش هتبقى تضيع منك شغلتك الاساسيه ان انت صحفي، وتبقى متعود على حكايه مدير المكتب دي، فانت تفضل. فقلت له مش، قال لي بس هتقدر طول ما انت حاسس انك بتاخد مرتب وما بتكتبش هتكتب، فلما تكتب ده احسن لك، فانا مش هديك اجازه من المرتب، وعشان كده لازم تكتب كل اسبوع او كل اسبوعين مثلا حاجه وبتاع، لان احنا كنا كتير في صباح الخير، كل ما الواحد يكتب كل اسبوع او اسبوعين يبقى كويس قوي، يلاقي مساحه، يلاقي ورق يعني في المجله. فدي خدمه جليله عملها لي، ان انا خلاني، وكنت زمان نسيت الكتابه خالص، انا صحيح دلوقتي بقت الكتابه بالنسبه لي تقيله، لكن كنت نسيتها خالص، لان انا بعد كده مسكت جرايد واشتغلت في جرايد وبقيت رئيس تحرير ومش عارف ايه بتاع، كل ده من شغلي في صباح الخير. لو كنت ابتعدت كنت هخسر حاجات كتير جدا. فهو اداني الفرصه دي، وكنت ساعات اقعد بالشهر والشهرين ما اشتغلش، وعمره ما قال لي حاجه، لانه بعد كده بقى رئيس تحرير. وعمره ما قال لي حاجه غير انه يا اما تكتب، بتكتب ايه ده انت؟ هو كان يكلمني كده، تكتب ايه؟ حاضر يا استاذ روف. حاضر، واشتغل واكتب. فيعني اما بقى اكون اتعلمت ايه بقى من في الكتابه، هو كان يمسك الموضوع، قلت الموضوع في 10 صفحات 15 صفحه حسب التحقيق يعني او الحوار او الحاجه، فحط قدامه كده الساعه 12 وبعدين يعمل، وبعدين شد روف طفي، اروح بقى انا واجي ابص عليه، اتحرك الورقه كده لغايه الساعه 4، دقيق جدا، كلمة 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 كلمة. أنا عايز أمشي. طب هو قال لي اقعد، ما قال ليش اقعد، عمره ما قال لي خليك قاعد، ولا عمره رجع لي الموضوع أصلحه، ما حصلتش خالص من أول موضوع أخده، لكن هي دي الطريقة. لكن أنا مش قادر أمشي، يا ترى هيمشي الموضوع لما أدبا يعني هو قاعد في مكتبه بيشتغل على الموضوع بتاعي، أو ما أنا أروح فأفضل قاعد، هو الساعة 4 لأنه بيروح بينزل، يروح واخد الموضوع كده خلاص، يدخله للأستاذ رشاد كامل سكرتير التحرير. أوكي، بيقول له بقى ده أصدق بكذا خلاص. أنا قاعد بقى، كنت حصلت على مكتب، بس أنا قاعد في سكته مش على مكتب، لأن المكتب مش هيشوفني، إنما أنا قاعد في سكته وماشي، ماشي خلاص، بس ما فيش أي حاجة تانية يعني. مرات يعني كويسة محمود، يعني مرات قليلة جدا، لكن كلمة ماشي دي كانت بالنسبة لي بتعني إن أنا تمام، لأنه عشان الراجل الصحفي الكبير ده الدقيق ده اللي هو بيكتب حلو جدا جدا جدا، اللي كان قالوا لي بقى زمايلي بقى لما قال لي الأستاذ لويس روح لرؤوف توفيق، خرجت صوت لهم قالوا لي أنا هركز ده رؤوف توفيق ده هرجع لك الموضوع 50 مرة، وهتقعد تعيد في التحقيق والحوار، ربنا معاك بقى، لانه كان قبل كده مدير تحرير المجله. الحقيقه ما رجع ليش ولا موضوع، عمره ما رجع لي ولا موضوع. صحيح هو في اي موضوعات كتير رمى الورقات الاولى منهم، الورقتين ثلاثه الاولانيين، صحيح حصل، لكن انا كان الموضوع اللي بيسلمه ده للاستاذ رشاد كامل ربنا يديله الصحه، كان الموضوع ده بينزل مطبعه بيتجمع وبعدين بيطلع بعد ما يتوضى بالصفحات وكده، يترمي في الارض، بيترمي بقيت الورق المرمي، او ما نجي يوم الاثنين الصبح مفيش حد في المجله خالص، اروح طالع بس انا بقى الصحابي يحبوني وبتاع، والحاجه وداد موجوده والدنيا عندي تمام، وبقى عندي مكتب، اروح داخل ادور على الموضوع من وراهم، لو حد عرف الحكايه ديت كانوا يعملوا لي مشكله، لان ممنوع ان الورق ده حد ياخده او يشوفه، ممنوع. خش اروح واخد الموضوع، اقعد ابص هو عمل ايه، صلح في ايه، ابص التصليحات كلها عشان ما اكررهاش تاني، إذا كانت المقدمة اتقطعت أبص هو كتب إيه، يعني إيه اللي كتبه مختلف عن اللي أنا كتبته، أبص أو ما أتعلم أو ما أتعلم. فبقى ما بعد كان يشيل 4 ورقات ويصلح كتير، بقى يشيل ورقتين ويصلح ورقة ويصلح، بقيت بيصلح في المقدمة خلاص اللي هي الورقة الأولى. أما غالبية العنوان بعدين بقى خلاص يعني بقى العنوان على طول بيوافق عليه، يعني كان خلاص يعني كنت اتعلمت. فده كله اللي علمني، هو ما قاليش حاجه، انما اتعلمت من المه، امسكوه شيل الكلمه دي حط الكلمه دي، شيل الكلمه دي حط الكلمه، يبقى الكلمه بتاعتي دي وحشه يبقى الكلمه دي صح يبقى ده كده. وبعدين ارجع الورق تاني، دي حكايه بعملها نص ساعه كده الصبح في المجله وارجعه تاني، احسن لو دوروا عليه ما لقيهوش هروح في داهيه.
فدي كانت بداياتي في المجلة. وبعدين الدنيا فتحت كده، لقيت نفسي مرة بقول للأستاذ رؤوف توفيق، أظن لما كنا رحنا دمنهور أنا والأستاذ نادر والأستاذ ألفت، فشفت إن في حوش عيسى واحد حاطط فيديو في عشة، ودي كانت حاجة غريبة جدا، جايب فيديو وبيعرض شرايط فيديو في عشة كده زي القهوة، يعني مش هي مش قهوة، وكان دي حاجة غريبة جدا على المجتمع. فقلت له فقال لي طب روح من الموضوع، فروحت دمنهور وعملت الموضوع فيديو في عشة في حوش عيسى في دمنهور، وموضوع عمل جدل يعني وكده. وبعدين قال لي طب كمل، وبعدين تكمل، فبقيت لقيت نفسي بعمل 10 حلقات عن السينما. وبعدين هوب بقينا كل سنة يقول لي يلا محمود الحملة بتاعتك فين، راح نازل عامل حملة عن السينما تاخد بقى. الحملة دي عملت ايه؟ بدأت اناقش قضايا السينما، فبدأت مثلا الفنان الفلاني عايز يخش في الموضوع، فيروح مكلم المؤسسة يقول لهم اديني الاستاذ محمود سعد. يا خبر اسود، الفنان الكبير ده طالب الاستاذ محمود سعد، فبقيت مشهور في المؤسسه جدا لان الفنانين بيطلبوني وانا ما اعرفهمش، يسيبوا نمرهم ارجع اكلمهم ونتقابل ونعمل حاجات زي كده. افتكر منهم كان محمود ياسين، عزت العلايلي، مجموعه من الفنانين يعني كانوا مهتمين ويكلموني، نور الشريف، ما كنتش اعرفهم قوي. بدات اعرفهم من الحملات دي اللي فتح لي فيها المجال، الأستاذ رؤوف والأستاذ لويس جريس، كنت بعمل الحاجات دي فعملت لي جو بسرعة كده، فبقيت الحمد لله يعني الحكاية كانت يعني مختلفة خالص عن دلوقتي. يعني دلوقتي الله يكون في عون الصحفيين، ازاي يلاقوا الفنان وازاي يكلموا مع الفنان وياخدوا راحتهم في الكلام وياخدوا يده وبتاع حاجات زي كده. لا احنا زمان كان الوضع في مجال صباح الخير كنت بكتب في وسط على طاولة، يعني هو كمان انت لما بتشتري صباح الخير تقرا انا في البتاع كده، انما بتلاقي ممكن يكون الاستاذ بقى ليه حاجه، ممكن يكون طبعا لويس جريس رؤوف توفيق كاتب، مفيد فوزي، رمسيس بيرسم، حجازي بيرسم، زينب صادق كاتبه قصه، صبري موسى عامل قصه، علاء الديب عامل عصير الكتب، يعني في هيصه، في نهاد جدل الله يرحمها، في نجاح عمر بتكتب مجلس الشعب، مجله كانت مليانه. اما الصحفيين الاساتذه بقى اللي هم اقدم مني فالاسماء كتيره جدا جدا، هتيجي اسمائهم يعني بالتدريج، لكن كنت يعني سعيد الطالع بان انا قدرت الظروف تساعدني ان انا اقدر اتواجد في وسط المجموعه دي. يعني انت عارف في حاجات تبقى مجموعه حلوه بس انت هتتواجد ازاي بصفتك ايه؟ يعني بصفتك ايه فيها هتتواجد في وسط الناس دول ايه؟ كلهم يعني الحقيقه ما كانوش صحفيين، كانوا كلهم موهوبين، عندهم موهبة في الكتابة وفي التحقيق الصحفي وفي المقال الصحفي، عندهم فكر كبير ازاي تتواجد في وسطيهم ويعرفوك وتقعد في وسطيهم وتاخد وتدي معاهم، وبعدين بقينا اصحاب وبقينا رايحين جايين مع بعض. لدرجة ان انا لما اتجوزت سنة 83 عملت حفلة في بيتي لان ما كنتش عملت فرح، فالحفلة اللي في بيتي دي كان فيها بيت اللي في المنيرة ده، كان موجود نهاد جاد، لويس جريس، رؤوف توفيق، مفيد فوزي، زينب صادق، صبري موسى، نهاد جاد، قلت نهاد جاد، سمير سرحان، نهاد جاد وسمير سرحان، دكتور عناني، يعني عودة، فيليب جلاد، مش عارف دفيتي البئس الصبع بابا. لما بروح ساعات ابص في الصالة ازاي الصالة دي او الريسبشن ده ازاي كان فيه كل الناس دول وكانوا قاعدين يتعاشوا، كلهم جايين يباركولي، يعني كلهم جنيه بركولي انا ونجلة وكده. فدي كانت حاجة يعني بدري، انا بكلمكم على 83، 84 كنت مدير مكتب جريدة الوطن الكويتية في مصر، 90 كنت مدير مجلة سيرتي، وهكذا يعني، وهكذا احتمل العمر مر نعيما وعذابا.